السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في النافس وركس. طبعا ممكن يكون ملف ريفت اللي انشغل عليه حصل عليه ابديتد، فلازم تفتحه وبعد كده تعمل اكسبورت للنافس وركس في طريقة أسهل، اللي هي باتش يوتيليتي. بندوس هنا من قلب قائمة هوم باتش يوتيليتي اللي هي في قلب تولز، وتبدأ تختار الملفات اللي انت عايز تحولها من الريفت للنافس وركس. مثلا هنا ده الملف ده مثلا اهو، هتبدأ تختار الحاجات اللي انت عايزها. مثلا ريفت اهوت هيبدأ يتحول هنا، تخش على ملف تاني وتختار تجمع كل ملفات الريفت اللي انت عايزها هنا. مثلا هنختار من الدي بيم، اهوت تبدأ بقى تشوف ايه ملفات الريفت. ممكن تختار المدادات التانية بس أنا مركز على الريفت دلوقتي. ممكن تقول له هنا أنا عايزك تركز لي على الملفات نفس وركس أو ملفات ال 3D Max أو ال FBX. ده أنا مركز على الريفت عشان هو ده اللي أنا بشتغل بيه أغلب الوقت. اهوت فيبدأ يجيب لي ملفات الريفت، فببدأ اعمل سيلكت عليها واضيف الملفات اهيت. ضفنا كتير قوي، هختار از ملتيبل فايل ونحطهم في ملف واحد او تحطهم في تختار فولدر اخر. يعني لما نختار نفس الفولدر دوت دي بيم اكستنشن، او هتقول له حطهم مثلا على الديسكتوب. وبعد كده overwrite output files، يعني لو الملايات الملفات دي موجودة بنفس الاسم اعمل لا overwrite، الغي القديم وحط الجديد، او غير الاسم وخلي فيه الاتنين موجودين. وانا عايزه بنفس وركس مثلا 2018 2019 وهكذا، وتقول له run comment فيبدأ يحول لك ملفات الريفت دي لنفس وركس في الملف اللي انت عايزه. وعندي حاجة اسمها schedule comment، ده بيبقى نفس التكست احنا عاملينه، عبارة عن زي شفرة كده اللي هي ال CMD command prompt اللي هي بتاعة الدوس. يروح عامل حسابه ان هو مثلا هيعمل الموضوع دوت مرة كل اسبوع او مرة كل يوم حسب ما انت عايز، فيبدأ يعمل تصدير من الريفت لنفس وركس بحيث يبقى معاك ملف ال NWC معمول له updated على اخر حاجة. السنجل فايل بتختاروا بقى ان هم موجودين كلهم في ملف واحد بيبقى NWD، او ممكن تخليه NWF.